السلام عليكم، سمحوا لي تعطلت عليكم في هذا النهار هذا بلي فيديو. صراحة كنا خدامين هنايا اليوم، واخا سامدي دونك ما كانش عندي الوقت، و صراحة عييت بزاف. فوالا الا قدرت نصور. الوغ لا بلوبار ديالكم قالوا لي نخدم معاكم هذا لو بروجي دو كلاس. هذا لو بروجي دو كلاس شنو مطلوب منكم ديروه؟ ساهل، يكريغ ان جورنال دو كلاس. الوغ بيان سور غادي نفهمو بعدا شنو هو ان جورنال دو كلاس. ان جورنال هو الصحيفة، الجورنال هذاك اللي تنعرفو، الجورنال سي كلير. يعني شنو غادي ديرو؟ غتصايبو نتوما واحد الجورنال ديال القسم، سي كلير. شنو باش نصايبو واحد الجورنال شنو خاصنا؟ غادي نتعرفو على شي حوايج، ان بو دو ليكسيك، لو بوندو، لا و لون تخوف لو نون دو جورنال، لا دات دو باريسيون. هنايا تنكتبو تنلقاو السمية ديال الجورنال، يعني الاسم اللي غادي نسميو هاد الجورنال ديالنا، وحتى لا دات ديالو فين خرج، يعني كاع دوك المعلومات على لو جورنال، تاريخ فين خرج. مونشيت غران تيتر دو لا اون هي هاد لاباج الاولى ديال لو جورنال. شنو تيكون فيها؟ يكون فيها واحد لو تيتر اللي هو كبير بحال هكا، سي كلا. فونتر سوفون اون فوتو، دونك كيما قلت لكم هاد لو فونتر هذا تتكون فيه اون فوتو، تتكون فيه واحد التصويره بحال هكا. باش نقول لكم المختصر المفيد، هاد لا اون هادي هي تيكون فيها داكشي اللي كيخلي الانسان يشري هذاك الجورنال. يعني في هاد لا اون خصنا نجذبوا المشتري، فهمتوا؟ يعني هنايا خاصني ندير دي زيماج مع دي تيكست هكا، المهم شي حاجه اللي تكون اتيرونت، اللي تكون غادي تجذب ليا هذاك اللي غادي يشري لهاد لو جورنال هذا. خليكم معايا باش نوريكم دي زيكزامبل ونوريكم شنو هو المطلوب منكم. الو هانتوما شوفوا معايا دابا هاد لي زيكزامبل ديال هاد لي جورنو هادو. دائما هنايا الفوق تيكون عندنا هاكا واحد لو تيتر لي كبير، مع التحت كاينه لا دات، وهنا تيكونو دي زارتيكل هاكا. فوالا كيما كتشوفوا. الو كل جروب، يعني كل واحد غادي يصايب هاد لو بروجي دو كلاس، غادي ديسيني اون ترام فيارج دو جورنال. غادي نوريكم شنو هي، وغادي يلقى ليه العنوان وشي لوغو، يعني شي صوره كتعبر عليه. وغادي تختاروا لي روبريك بوغ فوتر جورنال، يعني انا غادي نشرح لكم كيفاش. غادي تختاروا لي زيماج اللي غادي تكونوا محتاجينهم، وتقدروا ترسموا، ماشي بالضروره تخرجوا تصاور. اي فوالا، وغادي تديروا تهضروا على داك لو سوجي اللي كيهضر عليه الجورنال ديالكم. فوالا سي بون، هادشي اللي عندكم. باردون، ريديجيون جروب دو 3 و 4 لارتيكل شوازي. يعني غادي يقدر يكون جروب واخا خليه في الابتدائي، فاش كيكونوا تلاميذ كيديروا هاد لو طرافاي اون جروب، يعني كل واحد كيصايبو في الدار مع لي بارون ديالو. فوفي سيزير لي زارتيكل سوغ لو اورديناتور، يعني تقدروا طابيو هاد لي زارتيكل في البيسي، ماشي تكتبوهم على ما. وما تنساوش لا ميزون باج، لا ميزون باج هي الكتابه تكون مقاده وما يكونوش لي فوت. هانتوما انا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ديسينيو هادوك البلايص اللي غادي تكتبو فيهم. دونك مثلا هذيك الورقه اللي غادي تخدموا فيها غادي ترسموها بحال هكا، يعني كل بلاصه غتكون فيها شي حاجه. هنايا غادي تكون واحد الصوره كتهضر على الموضوع ديال هاد لو جورنال ديالكم. مثلا لو جورنال سميوه مونيكول ولا شي حاجه، وهنايا غادي يكونوا لي زارتيكل تيهضروا على المدرسه، سي كلير. يعني هنا غتكون صوره مع شويه ديال الكتابه، يعني بيان سور داكشي غادي يكون مع العلاقه ديال اونغوراسيون مع الموضوع ديالكم. هنايا مثلا تهضروا على ليكول، غتسميو لو جورنال ديالكم مونيكول، وهنايا شي تصويره على المدرسه ديالكم وغتكتبوا عليها شي حاجه. لا ميم شوز هنايا عاوتاني ديروا واحد لو تيتر، وهنا غتكون صوره كبيره ديال المدرسه اولا ديال التلاميذ مثلا في الساحه ديال المدرسه. عاوتاني لا ميم شوز هنايا شي صوره مع غتعبروا عليها
فبشي بشي كتابة هكا صغيرة. سي كلا يعني تقدروا تختاروا اي موضوع بغيتوا تهضروا عليه، فوالا، ولا تسميو ما كلاس او لا مون ايكول. المهم الهدف هو انه يكون على شكل جورنال، يكون على شكل صحيفة جو بونس اون عرب، جورنال تنقولوا ليه جورنال حنايا في الدارجة ديالنا، واخا هي جاية من الفرنسية. فوالا، كنتمنى تكونوا فهمتوا المطلوب منكم في هذا لو بروجي دو كلاس، وسمحوا لي بزاف تنتعطل عليكم في لي فيديو، حيت صراحة اليوم خدمت وكان عندي عاوتاني مازال ما يدار. اي فوالا، وان شاء الله راه غدا الحد غادي نحط لكم بزاف ديال لي فيديو في داكشي اللي كان باقي، داكشي اللي قدرت عليه، لانني انا المستويات اللي تنقريهم عندي لا كاتريام اني اللي هي سي ام ان ولا سيزيام اني، يعني سيزيام اني تنخدمو ب بروغرام ديال بوبليك مي زابرونتيساج. مي انا راه غادي نحاول نحط لكم حتى لو تريزور دي مو ديال سيزيام اني. وبالنسبه للمستويات الاخرين راه تندير ما امكن باش نقدر نشد من عند الاساتذه اللي خدامين معايا، اللي لا جازيهم بخير صراحه، تيعطوني الكتوبه ديالهم فاش ما تيكونوش محتاجينهم بيان سور، باش نقدر نصور لكم منهم. اي فوالا، وشكرا لكم بزاف على الدعوه ديالكم، صراحه تفرحوني بزاف والله العظيم. وشكرا لكم على البارتاج اللي كتبارطاجيو لاشين ديالي، وان شاء الله انا عندي لكم واحد المفاجاه بزاف بالنسبه للناس اللي ديما متبعين عندي في لاشين ديالي. ميرسي بوكو اي بون سواري.